تشمل كل هذه القوانين. فمثلا احسب نصف قطر، نصف قطر سلك طوله 100 متر، ومقاومته النوعية 10^7 أم متر. لكي يمر تيار شدته 10 أمبير خلال ثانيتين. ويلزمه شرط
وسطين. إذا أنت مالك تضرب في البار، تضرب في الأرض تربيع. حاصل ضربة طرفين سواء حاصل ضربة وسطين يساوي واحد في القيمة دي، اتنين في عشرة أس سالب سبعة في المية. إذا هنخلي الأر تربيع في طرف، كل المعامل معامل الأر تربيع يسمى عليه تمانية ضرب تلاتة فاصلة أربعتاشر، والبسط كله اتنين في عشرة أس سالب سبعة في مية. إذا الناتج نسميه أر تربيع. يعني كي نقدر نجيب قيمة الأر بأخذ الجذر، بأخذ الجذر. إذا الأر قيمة الجذر والناتج وحدة قياسه متر. كده اشتغلنا مسألة شملت مالك جميع القوانين اللي قلناها من شويه. انا خلاص كل نقطه نحاول نستفاد منه. مقوى نوعيه يبقى اول خطوه بنعمل قانون المقوى النوعيه. وبدل المساحه اريا نستخدم السقوط، لان قال لك احسب نصف القطر. اللون الاحمر لو قدرنا نجيب اللون الاحمر ده كله خلاص نقدر نجيب ايه؟ اه ما تجيبش حاجة. استفدنا طيب طوله هتشيل ال 100 مقوى النوعيه الروه نشيل قيمتها الباي معروفه. انا عايز اجيب حاجه احسبها. مين الار؟ الار ما جابهاش بس جاب الاي. اه طيب يا وش الدم عشان نجيب الاي نبص في القانون نجيب الار. الار بتساوي فيها الاي اي موجوده بس جاب لنا حاجات نجيب بها مين؟ الفي. في لفان الجهد بيساوي الشغل المبذول نقطة في الكهربية. حتى لو انت نازل انت عادي فرق الجهد هو الشغل المبذول نقطة في الكهربية. طب ما هو الشغل 1600 كمية الكهربية ما جاتش. طب ما احنا خدنا قانون بيقول ان شدة التيار بتساوي تعرف ايه؟ هي كمية الكهربية التي تسري خلال 1 ثانية. طيب التيار عندنا 10 امبير والزمن خلال ثانيتين زمن 2 يبقى الكيو بتساوي 20. خلاص يبقى فكينا مشكلة الكيو ب 20 كمية الكهربية الشغل ب 1600 جبنا ان فرق الجهد 80 فولت. خلاص يبقى كده لما جبنا فرق الجهد 80 وشد التيار 10 نقدر نجيب اي. يبقى الار تساوي الار تساوي في على الاي. الفي 80 والاي 10 تطلع الناتج 8 اوم. يبقى فكينا مشكلة الار وعوضنا عن الار بقيمتها. حاصل ضرب الطرفين وسطين نجيب الار في طرف ونقسم على المعامل وناخد القيمة بالار تربيع وما ننساش ناخد الجذر. يبقى واحد قيمة ان شاء الله. مع السلامه.